لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أن يقدم الطرفان الناديان معا في هذا الملعب الكبير، الملعب الكبير لمدينة طنجة، الذي سيستقبل وسيحتضن مقابلة هامة لفريق المحلي فارس البغاز فريق اتحاد طنجة، والذي سيستقبل من خلال نادي أولمبي كأس كرة القدم. الصراع بين الناديين بين الطرفين ليس بالأمر السهل، على اعتبار أن كل نادي يرغب في الاستفادة من مباراة اليوم ومن لقاء اليوم، ولو أنه عاملية انطلاقة مباراة اليوم ولقاء اليوم. اللوسيس بالقمصان المعروف المعتاد، نعم، من يسار إلى يمين. السادة المشاهدين، حاضرة المحيط كذا يلقبون كذا على مستوى رقعة الملعب. كرة ممتازة، محاولة، فرصة 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 فرصة، وتدخل من جانب الحكم اللي يقول بأن هنالك مخالفة تأتي في هذه اللحظات. الانطلاقة جميلة، البحث حديث، وحمزة خاب على الصورة، سجل هدفا. اليسرى، الاختراق، الدخول، يمكن التصويب، تصويبة تغطية من جانب الدفاع. بداية مهمة جدا للناديين. الوهابي، راسية ممتازة جدا أمامية ملعوبة بشكل ممتاز. الاختراق، الدخول، الأخير بحث عن مجد، ترجع مرة أخرى لزايا، تصويبة أمامية ولكن مباشرة إلى خارج. يمشي أكسل، كرة ممتازة الصعبة على حارس مرمى فريق أولمبيك أسف. يبدو انه الاخطر من حموده من جهه اليسرى، حموده من يفعل حول موريا، مرفوعه من الحكم المساعد مولينا. ممتازه ممتازه ممتازه، هذه لعبت بشكل ممتاز داخل منطقه الجزاء. يا زايا ماذا فعل؟ نعم، كره ملعوبه من جديد مره ثانيه، محاوله وزاويه، ماذا يقول الحكم؟ الكره الجانبيه ومغادره الكور، يدخل يخترق بشكل ممتاز في صفوف فريق اتحاد طنجه القادم من الشاون، لدرجه يلقب بالشاون اللاعب السريع المكير. ولديه المباراة تظهر من خلال هذه الصورة، وإمكانية المرور من أكسل مي من الجهة اليمنى، ضاعت له، تصبح مرة أخرى بعناصر فريق. تلعب هذه الكرة بشكل سريع، أكسل مي يدخل داخل منطقة الجزاء، محاولة ممتازة، وخروج الحارس، خروج الحارس، زاوية أخرى، محاولة تأتي لبمامر، بمامر من يفعل بمامر يحاول يمر، كان خطأ، كان خطأ، الحكم قريب، سيشار البطاقة الصفراء وتأتي بالفعل البطاقة الصفراء في هذه اللحظات، على اعتبار أن الحكم كان قريب من العمل. كيفاش انه يتم الاستفاده من التمريرات الدقيقه داخل منطقه الجزاء؟ طنجويه طنجويه طنجويه، امكانيه الاستثمار الاستثمار، لكن مخالفه يقول الحكم، نعم مخالفه يقول، تدخل مثالي، نعم، في اللقطه الماضيه، في العمليه الماضيه، العمليه اللي كان بامكان انها يجري فريق اولمبيك في تصويبه اماميه، ولكن مباشره الى ضربه مرمى، ضربه مرمى تاتي. ممتاز ابو علي، حضر كرته، تصويبه بعيده 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 بعيده، الفكره ذكيه، نعم الفكره ذكيه. شوفوا طبعا حضورهم، كره اماميه، محاوله محاوله، فرصه فرصه، اكسل مي اكسل مي، دخول ممتاز داخل منطقه الجزاء، طنجويه ضايعه ضايعه، مباشره الى خارج رقعه الميدان، وتغادر هذه الكره مباشره. يدخل حمودان، يخترق حمودان، يقوم بالمراوغه، اكسل مي، تصويبه ممتازه، حارس مميز، حارس ايضا مميز، اكسل مي غير محدود المره الثانيه. من الحكم يعلن عن مخالفه داخل منطقه الجزاء، والتدخل الماضي تبدا ما تكونش اصابه مؤثره، على اعتبار انه كان البحث من اجل الدم المطلوب، تصويبه ممتازه، الحارس المتيقظ، الحارس الذي يبعد الخطوره ويولي الكره الماضيه صوب الزاويه. أمام الخبرة، أمام قوة، أمام صخرة إن صح التعبير، لكن في آخر المطاف هنالك الخطأ وهنالك هذا كوناتي، نعم هو السقط، صاروخ ثم تحضير من جديد، بيد الإمكانية وبيد الكيفية، لم تغادر الكرة، الخط الخلفي للملعب. تمرير ارتجال بن علي، بن علي حافظ على الكرة ديالو، 19 هي هي الكرة ديالو، الجهة اليمنى، تصويبة ممتازة، جول طنجاوي طنجاوي لنعمان عرب، يضع في الشباك، يقهر المجد ويقول انه موجود، الطنجاويون يصنعون الباجة والافراح في المقاهي والبيوت، المتابعين للارتي للفريق. مواجهة في الشوط الاول، كرة من جديد ملعوبة في الخط الامامي ولكن لم تقدم المطلوب، فرصة 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 فرصة، امكانية المرور ولكن هنالك مخالفة تاتي في هذه اللحظات، مخالفة من جانب عناصر فريق اولمبيك اسف. يمكن التصويب الان، تصويبه مباشره، زاويه زاويه تاتي في
اختار مارك فيلموتس مدرب الرجاء لائحة تضم 24 لاعبا لمواجهة الأهلي المصري في كأس السوبر الإفريقي في دولة قطر الأربعاء المقبلة. واستدعى المدرب البلجيكي كل اللاعبين بما فيهم إلياس الحداد الذي يشكو إصابة وغاب عن المباراة الأخيرة أمام حاسنية أكادير في البطولة، علما أن بعثة النسور سافرت اليوم السبت إلى دولة قطر. وتتكون اللائحة من أنس الزنيتي، أمير الحداوي، ياسين زوبير، جمال حركاس، محمد نهيري، إلياس الحداد، مروان هدهودي، محمد سوبول، أسامة سكحان، عبدالإله مذكور، عبدالجليل إجبيرة، بدر بولهرود، فابريس نغومة، محمد إزريدة، زكريا الوردي، محمد مكعازي، عمر العرجون، عبدالإله الحافظي، زكريا الهبطي، محسن متولي، حميد أحداد، مصطفى كويتي، محمود بن حليبي، سفيان بن جديد من